علي لما اشوف عائله او مريه تطلع تبكي وتلطم لانه ما عندها مكان تروح تقعد به، هي صاحبه ايتام، وين تقعد؟ من يعطيها؟ هو هاي القصيد. مسألة بسيطة. أنا بس خلني أذكرك هاي شقق الفاوي يمكن كانت الموجودة الموفقية اللي موجودة بالمحافظات. نعم. هذه شو كان بنت؟ أشرح لك شغلة بسيطة. العراق مساحته 438 ألف كيلومتر مربع. هسه من قضاء الكويت العراقي تابع لمحافظة البصرة باق من عندنا ألف كيلومتر أخرى. وحتى كقضاء حتى بوبيان هي إلى محافظة البصرة. أنا ما أقول عليه دولة. حقيقة هذا شيء معروف. لكن العراق فقط 38 ألف كيلومتر مربع، مستعد أسوي نظام تخطيطي كامل على 38 من أصل 438 ممكن يعيشون بها من العراقيين، وقطع أراضي سكنية توصل إلى 45 مليون قطعة أرض سكنية بمساحة 500 متر مع الخدمات مع الخدمات طبعا 500 متر مع الخدمات، الخدمات طالعة و500 متر واضح. العراق منا الألف سنة ما يحتاج إلى توسع، حتى لو يصير تعداده مليار، مليار مواطن ما يحتاج إلى توسع. لكن هؤلاء لا يعرفون أن يضعون خطة برنامج مركزية بنظام تصميم أساسي هندسي للعراق. الشك كبير والرقعة قصيرة سيد ضرغام.